السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، آخر حلقة ليا من حلقات منهج الفيزياء بتاعك، ودي تطبيقات على خاصية اللزوجة. ماشي، من تطبيقات خاصية اللزوجة التشحيم والتزييت. ماشي، التزييت والتشحيم. ليه بنلجأ لتزييت الآلة أو تشحيمها؟ حتى العجلة، الموتوسيكل، طبعا الحاجات دي انت بتركبيها وبتلعبي بيها على طول، ولا حد فيكم من سنه تانية او من سنه تالتة او من الاطفال الصغيره ماشي غير ما عنده عجله، بتبص تلاقي بين كل فتره والتانيه العجله عايزه تتشحم، عايزه تتزيت. ليه؟ والعجله بتتحرك او الاله بتتحرك، بيحدث احتكاك بين اجزاء الاله وبعضها. يبقى اي اله وهي بتتحرك يحدث احتكاك بين اجزاء الاله وبعضها، الاحتكاك بيولد حراره، يبقى والآلة بتتحرك يحدث احتكاك بين أجزاء الآلة ببعضها. الاحتكاك بيولد حرارة، الحرارة تعمل على تأكل الآلة. الاحتكاك بيولد حرارة، الحرارة تعمل على تأكل الآلة. عشان كده بحتاج إني أشحمها أو أزيتها عشان أقلل من الاحتكاك. ماشي، وخلي بالك في حاجة مهمة جدا كمان، إيه هي مواصفات الزيت أو الشحم اللي أنا بختاره؟ ماشي كده الكلام. بصي كده، التزييت والتشحيم ايه هي مواصفاته؟ يشترط في زيوت التشحيم اول حاجه ان تكون ذات لزوجه عاليه، يبقى لزوجتها كبيره حتى لا تنساب وتبعد عن الاله. خلاص، قوه التصاقها بالاله كبيره. ماشي كده، ما تجيبليش حبه ميه وتقولي لي انا هدهن بالميه، لا هدهن بالميه، الميه الالتصاق ضعيف بالاله فهتنساب وتبعد عنها، يبقى قوه التصاقها بالاله كبير. درجة غليان الزيوت تبقى عالية حتى لا تتبخر وتترك الآلة. ماشي، يبقى مواصفات الزيت اللي أنا هستخدمه، رقم واحد لزوجته عالية، رقم اتنين قوة الالتصاق كبيرة، رقم تلاتة التبخير بتاعه قليل، يعني درجة غليانه عالية. مش كده وبس، الآلة الواحدة الزيت اللي انت بتستخدمه لها في الصيف غير اللي انت بتستخدميه في الشتاء، لأن درجة الحرارة بتؤثر على معامل اللزوج. طيب، تأثير اللزوج على حركة الأجسام إيه؟ مثلي لتأثير اللزوج على حركة الأجسام العربيات. ماشي، مثلا أنت متأخرة، يا خبر ولا الدرس متأخرة، فبتقولي للسواق لو سمحت الطريق واسع ولا في إشارات مرور ولا حاجة والطريق جميل خالص، سرع سرع أنا متأخرة. هيقولك لأ مش هسرع، هو انا كده؟ طب مسافره ومستعجله وعايزه الحق مواصلاتي والطياره بتاعتي هتقوم، سرع سرع انا مستعجله. هيقول لك لا هي دي سرعتي، ما الطريق فاضي هي دي سرعتي. طب انت مش عايز تسرع ليه؟ هو انا كده؟ هو ليه سائق السياره مش عايز يجري عن سرعه معينه؟ يعني هو حط لنفسه سرعه مش عايز يتعدى هذه السرعه. ايه السبب؟ خايف على الفلوس اللي هو يغرمها؟ هيغرم فلوسي مثل، ايوه لو زود سرعه السياره عن حد معين هيستهلك بنزين كتير. لو زود سرعه السياره عن حد معين هيستهلك بنزين كتير وهيدفع فلوس اكتر. هتقولي لي ما هيوصل بسرعه، السرعه اللي هيوصل فيها مش قد ثمن البنزين، وبالتالي بيمشي بسرعه متوسطه لا يتعداها، هو اللي خايف يتعداها عشان مش يستهلك بنزين كتير. السبب هو اولا ممكن سائقين كتير يكونوا مش متعلمين ومش عارفين فيزياء، لكن من خبره الطريق الطويل، ماشي كده كلام، من خبرتهم على الطريق، من خبرتهم على الطريق جربوا كل السرعات على الطريق، الطريق واسع ومفتوح قصادهم، جربوا السرعه الصغيره وجربوا السرعه المتوسطه وجربوا السرعه الكبيره. ماشي كده، لقيوا لما تبقى سرعه صغيره ومتوسطه بيستهلكوا بنزين معقول، طب لو زادت السرعه عن حد معين لا ده هيدفع بنزين كتير، وبالتالي انا حدود سرعتي 100 مش هزود عن ال 100. ليه؟ لو زودت عن ال 100 هدفع بنزين كتير. انت عارفه بتوع الفيزياء فسروها ازاي؟ هقول لك بقى بتوع الفيزياء فسروها ازاي. بص، اي جسم متحرك في مائع، اي جسم متحرك في مائع، المائع ده ممكن يكون هواء وممكن يكون سائل، بيجد مقاومه من المائع بسبب لزوجته. اي جسم متحرك في مائع، المائع ممكن يكون هواء ممكن يكون ميه، يعني مثلا اقول لك حاجه، الطياره ما ماشيه في الهواء
حلو كده الكلام. السمك ما هو ماشي في الميه خلاص، اي جسم بيتحرك في مائع سواء كان هواء او ماء بيجد مقاومه من المائع بسبب لزوجته، وقد وجد بالتجربه العمليه ان مقاومه الهواء والناتجه عن لزوجته تتناسب تناسب طارد جي مع السرعات الصغيره والمتوسطه، وتتناسب تناسب طارد جي مع مربع السرعات الكبيره. وجد بالتجربة العملية أن مقاومة الهواء والناتجة عن لزوجته تتناسب تناسب ترجي مع السرعة الصغيرة والمتوسطة، وتناسب ترجي مع السرعة الكبيرة. لذلك يلجأ قائد السيارة الخبير للحد من سرعة السيارة لتوفير استهلاك الوقود. يلجأ قائد السيارة الخبير للحد من سرعة السيارة لتوفير استهلاك الوقود. بصوا تأثير اللزوج على حركة الأجسام. يلجأ قائد السيارة الخبير للحد من سرعة السيارة لتوفير استهلاك الوقود، حيث وجد أن مقاومة الهواء الناتجة عن لزوجته تتناسب تناسب طارد جي مع السرعات الصغيرة والمتوسطة، وتتناسب تناسب طارد جي مع مربع السرعات الكبير. عشان كده السيارات والطائرات بتصمم بطريقة انسيابية عشان تقلل من مقاومة الهواء لحركة السيارة. تصميم السيارات والطائرات والسفن بحيث تاخد شكل انسيابي حتى يقل الاحتكاك. خلي بالك السفن ماشية في مية، يبقى المية والهواء موائع، وأي جسم يتحرك في مائع بيجد مقاومة من المائع بسبب لزوجته. طيب يلا بينا في السؤال ده. أثناء حركة السيارات تتناسب مقاومة الهواء بسبب لزوجته ترجي مع السرعة الصغيرة. كاتب لي عكسي مع سرعة السيارة، ترجي مع مربع سرعة السيارة، عكسي مع مربع سرعة السيارة، ترجي مع سرعة السيارة الصغيرة والمتوسطة، ترجي مع سرعة صغيرة والمتوسطة. في الطب أنا هاخد تطبيقات اللزوجة في الطب في قياس سرعة الترسيب. ماشي، بصي اول حاجه بتروحي للدكتور، الدكتور عندي كذا وكذا وكذا، يقولك روحي اعملي سرعه ترسيب. ما المقصود بسرعه الترسيب؟ قياس السرعه النهائيه لسكوت كرات الدم الحمراء خلال سائل البلازما. قياس السرعه النهائيه لسكوت كرات الدم الحمراء خلال سائل البلازما. وكره الدم نازله خلال سائل البلازما ايه، شايفه كده؟ دي كره الدم نازله خلال سائل البلازما، تبقى واقعه تحت تاثير قوتين، ثلاث قوى مش اتنين، تبقى واقعه تحت تاثير ثلاث قوى. وكره الدم نازله في سائل البلازما بتبقى واقعه تحت تاثير ثلاث قوى. مين هم الثلاث قوى المثليه؟ وزنها، وزن الجسم، قوه جذب الارض للجسم، وهي القوه الرئيسيه اتجاهها الاسفل، والاحتكاك اتجاهه لاسفل، والدفع اتجاهه لاعلى. ماشي كده كلام. بص سرعه الترسيب عند سقوط كرات صغيرة خلال سائل لزج سرعتها تزداد حتى تصل لسرعة ثابتة تسمى السرعة النهائية لا تتعداه، لأن الجسم بيكون واقع تحت التأثير ثلاث قوى، الوزن والدفع والاحتكاك. طبعا دفع السائل من أعلى لأسفل، الوزن قوة رأسية اتجاه الأسفل، والاحتكاك طول ما هو نازل بيحدث احتكاك، يبقى الوزن والاحتكاك ضد الدفع. عندما يتساوى الاثنين ببعض بتثبت السرعة. خلاص ماشي. طبعا بنقول وجد بالتجربة العملي ان مربع نص قطر كرة الدم بتتناسب تناسب طارد جي مع سرعة كرة الدم. طيب في بعض الامراض سرعة الترسيب بتستخدم، بتعرف الدكتور او بتعرف الطبيب نوعية الامراض اللي عند المريض، نوعية المرض، هو عنده مرض ايه. يعني مثلا اقول انا تعبان عندي الاعراض 1 2 3، روح اعملي سرعه ترسيب. ماشي ليه؟ في بعض الامراض زي الحمى الروماتيزميه والروماتويد والنقرس بتتلاصق كرات الدم الحمراء ويزيد حجمها، بتتلاصق كرات الدم الحمراء ويزيد حجمها فبيزيد سرعه الترسيب. في امراض تانية زي مرض اليرقان والنقرس والانيميا بتتكسر كرات الدم فبيقل حجمها وتقل سرعه الترسيب. طيب بنقول بعض الامراض زي الحمى الروماتيزميه والروماتويد والنقرس بتتلاصق كرات الدم الحمراء ويزيد حجمها فبيزيد سرعه الترسيب. امراض تانية زي فقر الدم واليرقان والانيميا
بتتكسر كرات الدم وبيقل حجمها وبتقل سرعة الترسيب. بص، سرعة الترسيب وجد بالتجربة العملية، وجد بالتجربة العملية ماشي كده، ان سرعة الترسيب بتاعتي 15 مللي في الساعة الأولى و30 مللي في الساعة الثانية. خلي بالك، سرعة يعني مسافة على زمن، يعني كرة الدم بتقطع مسافة 15 مللي في الساعة الأولى وتقطع مسافة 30 مللي في الساعة الثانية. طيب ناخد سؤالين كده. عندما تتكسر كرات الدم الحمراء سرعة ترسيبها هيقل عن المعدل الطبيعي. تتكسر يبقى سرعة الترسيب هيقل عن المعدل الطبيعي. تقل، تزيد، تظل ثابتة، لا توجد إجابة صحيحة. تقل. عندما تلتحم كرات الدم الحمراء فإن سرعة ترسيبها هتزيد عن المعدل الطبيعي. ماشي. تقل، تزيد، تظل ثابتة، لا توجد إجابة صحيحة. تزيد. قياس سرعة الترسيب من تطبيقات اللزوج. قياس سرعة الترسيب من تطبيقات باسكال، أرشميدس، قوة التلاصق، اللزوج. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوني من الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، هتبقى أقوى مراجعات في الفيزياء بتاعة تانية ثانوي. وخلي بالك، يا ريت تراجعي حلقاتي بتاعة الشرح عشان تقدري تتابعي حلقات الريفيجن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.